you got a copy of this book, there's a translation available. You can have a read and so on. That's another beauty of being with the true Sheikh of Allah subhanahu wa ta'ala as well. لكم قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق فأخذ كل يهتب بمعبودة، مدد يا فلان، يا شيخ فلان الحقنا، أدركنا يا فلان، وينادون، كل ينادي شيخه أو معبودة. فكان فيهم رجل على الفطرة، رجل مسن، التفت وإذا كل من على السفينة ما لا ينادون إلا هذه المعبودات، ليس فيهم من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما على السفينة من يعبدك، كل من على السفينة متجهين إلى غيرك. قد تتساءل أيها الأخ الكريم، قد تتساءل تقول لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، ما السبب؟ يأتيك سؤال، لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة؟ أقول لك إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل. أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم، وقالوا لهم كما في كتب هؤلاء واضحا، قالوا لهم إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي مكان تكون اهتف باسمي، اهتف باسمي، ستراني بجنبك، أخذ بيدك حتى بعد موتي، لا تنسوا، حتى بعد موتي تنادي باسمي، أخرج إليك وأخذ بيدك.